وبنهاية كلمة قداسة البابا تودروس الثاني تم تكريم من قبل سيدنا البابا وسيدنا أنبا إرميا 20 أم مثالية بيمثلوا نموذج. لو كل مش عارف زمان كان في احتفالية كده كان كل دي السيدة نعيمة مزداري اللي خطفت قلوب المصريين والعالم كله الحقيقة بالكلمات البسيطة الخاصة بالرضا، وتحقق لها حلم انها تقابل قداسة البابا وجاءت ضمن مكرمات اليوم. والحقيقة شيء طيب جدا ولطيف جدا. مش عارف كان في زمان تقليد ان كل مصنع وكل شركة وكل وزارة كانوا بيعملوا تكريم وترشيح ومسابقة ليطلعوا أم مثالية ويعملوا لها احتفال في نطاق الشغل، لأنه طبعا الواحد يعني يفرح قوي لما يبقى وسط زمايله بيتكرم أو وسط جيرانه أو وسط عيلته. أتمنى يكون هذا التقليد ما زال موجود. طيب تعالوا نشوف جانب من التكريم. والحقيقة الأسامي يعني زي ما قلت حضراتكم في الأول، دكتور ياسمين فؤاد وزير البيئة، دكتور مايا مرسي رئيس مجلس قومي للمرأة، دكتور نعيم سعد زغلول رئيس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، دكتور هالة صلاح الدين عميد كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، وطبعا ده منصب رفيع أن تكون سيدة بتشغله، دكتور المشرفة السيدة الدكتورة المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، دكتور سيادة النائبة رشا المغربي عضو مجلس نواب زوجة الشهيد العقيد محمد بركات، السيدة منار سليم زوجة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد المنسي، السيدة بوسينة مصطفى، دكتور ناهد عبد الحميد، أستاذة منى الوكيل، أستاذة الدكتور سناء بطرس، السيدة عايدة يوسف توفيق، السيدة نجاة زكي بؤطر، السيدة ميرفت فوزي، السيدة إيفيلين لؤى وهبة، السيدة نيلي جورج ميخائيل، السيدة سامية جرجس بشاي، السيدة فوزية يعقوب، السيدة سلوى جرجس أيوب، السيدة تريزا جميل وهيب، السيدة هالة شوقي هرمينة، السيدة عبير ملك عطية، السيدة كنز جابر سليمان، والسيدة نعيمة مزداري. وأكيد كل شخصية من دول وراها حكايات وحكايات من التكريم. نشوف جانب من هذا التكريم ونرجع مع حضراتكم. السيدة نعيمة مزداري السن 87 عاماً، أرملة منذ 33 عاماً، تزوجت عام 1960 ولم ترزق بأطفال لمدة 12 سنة حتى رزقها الله بطفلين هما مرقس ومينا. ابنها يعاني من مشاكل في السمع والنطق ولم تفقد الأمل، وظلت تساند عائلتها حتى تزوج، ولديها 5 أحفاد ويسكنون جميعا لدى أخوها لعدم توافر سكن لهم. كنز جابر سليمان السن 45 عاماً، امرأة وقفت بثبات خلف عائلتها، لديها 5 أطفال منهم طفل معاق منذ الولادة وأخرى كفيفة منذ الميلاد، ولديها ابنة سقطت من الدور 5 وأصيبت بشلل تام، تكافح لمساندة زوجها في مصاريف العلاج والمعيشة والتعليم. Thank you.
السيدة عبير ملاك عطية، لديها 4 أبناء، منهم ابنة تعاني من أنيميا البحر المتوسط منذ الصغر وتحتاج إلى نقل دم باستمرار. جميع أبنائها في مراحل التعليم المختلفة، وتعمل لتساعد زوجها على نفقات المعيشة. السيدة هالة شوقي هرمينا، أرملة منذ 33 سنة، ولديها ابن وحيد خريج كلية التجارة. كافحت لرعاية ابنها وتعليمه حتى زواجه، كانت تخدم إخوة الرب بنشاط كبير. معالي الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، تولت منصب وزير البيئة منذ عام 2018، حاصلة على دكتوراه في السياسة الدولية والدراسات الأورومتوسطية. تدرجت في العديد من المناصب الحيوية منذ عملها بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. السيدة تريزا جميلة، لديها 4 أبناء في مراحل تعليمية مختلفة، تعمل لمساندة أسرتها في ظروف المعيشة. سلوى جرجس أيوب، تعمل معلمة منذ 31 عاما، لديها 3 أولاد، أحدهما احتياجات خاصة ذهنية، قامت بدعمه وتنمية مهاراته حتى أصبح بالفرقة الثالثة كلية أداب جامعة القاهرة، وبطل جمهورية ألعاب قوى وفروسية، ويدرس بكلية فنون جميلة، وأصبح مدرب معتمد من وزارة السياحة والآثار بالتدريب. ما فيش شك انها لحظات مفرحة، وانه احنا بنقول لكل ام زي ما قال قداسة البابا، انت ام مثالية، ومش بالضرورة ان الناس تعرف، لكن احنا متأكدين من تضحيتك ومن محبتك.